بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. حبيت اليوم أسوي بث مباشر على موضوع مهم جدا. أولا، إحنا الفيسبوك اسمه تواصل اجتماعي. التواصل الاجتماعي من اسمه تواصل، يعني أنت مو تكره نفسك، أنت لا، المفروض تحبب نفسك. أكو أخلاقيات بالتعليقات، اللي هذا الحكي طبعا ما يمس الكل، يمس الناس اللي تعرف نفسها أخلاقياتهم يسيئون بها بالكلام بالتعليقات. اللي ما يعرفني، أنا صار لي 5 سنوات أنشر فيديوهات تعليمية ومجانا. أتحدى واحد علمته وقلت له اعطيني فلوس. الناس فتحت محلات، فتحت ورش، استفادوا، صلح بيته، كله مجانا. شغلة المادة، أنا اللي أريد أسوي شغلة مادة. كان استفاديت من اليوتيوب، كان استفاديت من الشغلات اللي أنشرها. إحنا خلي يصير عندنا ثقافة علمية. إحنا شيء جديد ينزل للساحة، شنو الضرر إذا ننوه عليه؟ يعني مثلا موضوع فيديو اليوم كان عن ألمبي لاقط. اللاقط هذا بفكرة كلش حلوة. الفكرة بأنه يستلم إشارة ويطلع لك علامات الإشارة مالته وبيبوصلة حتى تعرف الاتجاه مالته. الفكرة كلش حلوة، عجبتني. أنا رح شفتها بمحل ابن أخويا، فقلت له جيب الصحن. فالرجال جاب الصحن المغرب وسويناها بالمحل، وأنا كنت تعبان إلى درجة. فشوية خلي يصير عندنا ثقافة. احنا دا نقول لكم يا أبا هذا فشي جديد، انا لا ذكر السعر ولا ذكرت اي شيء، دا اقول لكم بانه هذا شيء حلو، فكرة جديدة، بغض النظر عن الشركة. لا اعرف الشركة ولا اعرف صاحب الشركة. زين، الشغلة الاخرى، انا حر بنشري، يعني انا شريد انشر الناس تعرف تاريخي وتعرف ماضي، فانا من نرد انشر، ما محتاج للالف والالفين اللي يطونيها فلان وفعلان. زين عيني. شغلة أخرى، أنتوا دشوفون قنوات تلفزيونية. زين، قناة تلفزيونية تفرض عليك تشوف الإعلان بين المسلسلات، بين وقت ووقت، غصبا ما عليك تشوف الإعلان. أغلب الإعلانات هي مخجلة، بس إحنا ما ننتبه عليها. يعني إعلان حفاضات نسائية، يعني كلش عيب هذا الإعلان يطلع بالتلفزيون، دا نشوفه والعائلة كلها قاعدة ويشوفه، وإحنا بالعين السالفة وساكتين. إحنا دا ننشر لكم علم، دا ننشر لكم فالثقافة جديدة، شيء أنت ما شايفه دا تشوفه. زين، قبل كم يوم نشرنا فيديو عن شركة جوب، هاي اللي غسلون إيديهم بيها من الدهن. واحد بالتعليقات كاتب إيش خبصتونا، إيش قد مطيك أبو الشركة. أبو الشركة دخل عليه وحلف له 100 يمين، والله العظيم قال له ما مطي كل شيء. ما يفيد عمي، هاي أنتو، هاي قسم الناس ثقافتهم كارثية. يعني انت هذا الماضي كله صار 5 سنوات انشر لك مجانا. زين، انا حر بتصرفاتي، ارد انشر ما ارد انشر. انا ما ادور لا تعليقات ولا لايكات ولا اشتراكات. يكفيني كم واحد خلينا نقول عليه مثقف ومرتب ويستفاد من عندي، ولا اريد الكثرة. ما اريد الكثرة، شو سبب الكثرة؟ ما فد يوم واحد خلى بجيبي. زين، فقصد الحكي احنا يرادلنا ثقافة. يعني انا اليوم نشرت بالقصة مالتي، كتبت اكو ناس هامة بعيشتها، انا هامة بعيشتي وعيشتكم. زين، دريد نحضر لكم على فيديوهات حلوة تستفادون من عدها، والفيديوهات الحمد لله نشرناها على طول الفترة 5 سنوات كلها مفيدة لكم. زين، اكو ناس فتحت محلات واشتغلت. زين، هسا ابسط شي يطون وين عنوانك، وين عنوانك. انا لوري كان طيت عنواني بكل فيديو واقول لك تعال راجعني فلان. انا هاي الشغلة اضوج من عدها، أنا ناشر صدقة جارية لله سبحانه وتعالى. باكر عقب ما يتيم ما يبقى غير بس الأثر الطيب. فيا أخوان، رجاء، اللي ما يريدني خلي يطلع من صفحتي، خلي يطلع من الصفحة من اليوتيوب، خلي يطلع لا يتابعني. ليش يظل يتابعني إذا أنا مو خوش آدمي؟ لا تتابعني ولا أريدك ولا تريدني، ما خلاص الحكي. زين، هاي كلها تنمي على ثقافتك وأخلاقك. تنشر كلمة طيبة، كلمة طيبة صدقة. تريد تعلق أهلا وسهلا، ما تريد تعلق شيء والفيديو اسكت. زين، هذا الحكي مو للكل طبعا، للناس اللي عندهم
المشكله ده ادخل على صفحته تلقاه انسان مثقف، تلقاه ناشر كل الدينيات، زين تلقاه دارس. يعني كارثه كارثه، احنا اخلاقياتنا ما تتناسب ويا ثقافتنا، يعني كارثه والله العظيم. كل واحد ده ادخل عليه ودا حاكي طبعا يسكت يغلس ما يحكي بعد. زين على كل يا اخوان، اني حر بصفحتي، اللي تابعني ويريدني اهلا وسهلا ويخليه على راسي، اللي ما يريدني اني ما احتاج واحد يجي يعلق لي ويجي يسوي لي شغلات. شوي خلي يصير عندنا ثقافه واخلاق. ليش سموه التواصل الاجتماعي؟ وين التواصل هذا؟ وينه؟ زين ما عجبك الفيديو اقلبه، مثل قنوات التلفزيون، مو بدنا الريموت، ما عجبتنا القناه تقلبها وانتهت، مو بالضروره تعلق، يعني تبرز عضلاتك. زين اول شيء الفيديو هذا حتى يرتاح اللي علق. الفيديو هذا مات الاولمبي، المحل فتحناه ولد اخوي ايتام اثنينهم. زين فرحت يمهم شفت الاولمبي، قلت له خلينا نسوي فيديو هم ننور العالم عليه وهم يصير مصدر رزق لكم. وين الضرر اذا ايتام وتجيب لهم رزق؟ وين الضرر بهذا الموضوع؟ فيا اخوان شوي خلي عندكم ثقافه. عيب هاي التصرفات بالنسبه لبعض الاخوان، والباقين اشكرهم لان ردوا التعليقات عليهم. تحياتنا لكم وشكرا لكم، ومحاضرين لكم بالعيد ان شاء الله مفاجاه. شكرا جزيلا لكم.